أنني في النهاية عند التخصص الأخير أريد أن أصير بارزا قويا. حسنا، الآن لنبدأ التدريب. أريد منك أن تمسك سيفك الآن وتقتل هذه الجريملين الموجودين حولك. سوف تبدأ بهذا الآن، إن أول مهمة لك. اقتلهم حتى يصل مستواك إلى مستوى 5 على الأقل. هيا أرني ما لديك. أنا لها أيها المعلم، سوف أبدأ حالا. أعطي السيف أيها المساعد. تعال لأعطيك يا بني، خذها، خذ السيف، اضغط على الحقيبة ثم اضغط على الخنجر الذي بحقيبتك. الحقيبة موجودة بالأيقونات بجانب الشاشة، اضغط عليها ثم اختر سلاحك أو أي شيء سوف ترتديه سوف تجده عندك في الحقيبة. حسنا، شكرا لك، لقد أخذته الآن، أنا وقت القتال. صوري هذا الجرمين، خذ هذا، خذ. ها لا، وقت قدري، سأصير قويا. ما هذا الضوء؟ هذا الضوء يعني أنك وصلت إلى مستوى جديد. سوف تجد المستوى الذي وصلت إليه نافذة الشخصية. حسنا، هذا جيد. أين الثاني؟ خذ هذا يا الجريملين، هو المخلوق الغريب، خذ هذا. خذلته. اسمع الآن، أريدك أن تحضر الحجر الأزرق من هذه المخلوقات التي حولك. اقتل حتى يسقط منهم الحجر ثم أعطيه لي كي أعطيك مكافأة. حقا؟ حسنا، لا مشكلة. خذ يا الجريملين، أعطني الحجر الآن. هذا هو الحجر، سأخذه لحقك. إنه حجر كريم أزرق. هيا نعود. حسنتك أول مهمة لك، لقد أعطيتك المكافأة ستجدها في حقيبتك، اسمها السولشوت. هذه السولشوت تستعمل في دعم السلاح كي تقتل الوحوش بسرعة. كي تستعملها ضعها على الشريط ثم اضغط عليها على يمين الماوس. هيا جرب. حسنا، إنها مفاعلة الآن، تسمى بطلقة النفس وتسمى أيضا بالسول شوت، تساعدك في قتل الوحوش بسرعة. جرب. حسنا، سأجرب. واو، ما هذه القوة؟ السول شوت حقا مفيدة جدا. مرحبا يا سيدي، هل أحسنت العمل؟ هذا ليس وقت الكلام، عليك أن تستمر في قتل الجريملين حتى تصل إلى مستوى 8 على الأقل. هيا أكمل. حسنا أيها المعلم، هيا أسرع. حاضر حاضر، هيا خذ يا الجريملين. مستوى جديد، رائع. واو، ما هذا الضوء الأحمر؟ يجب أن أسأل المعلم. أيها المعلم، ما هذا الضوء الأحمر؟ هذا الضوء يعني بأن الخبرة تزداد كلما قتلت الوحش، سوف تزداد خبرتك أضعاف المرات، مما يعني بأنك سوف تصل إلى المستوى التالي بسرعة. لذلك استغل هذا الضوء الأحمر وقت الكثير من الوحوش حتى ترفع مستواك بأسرع وقت. حسنا، هذا مفيد، يجب أن أستغل هذا. هيا أرى بأنك وصلت إلى المستوى 8، هذا جيد. الآن تحدث إلى المعلم الكبير كي يرسلك إلى القرية مباشرة. حسنا، أحسنت يا فتى، وصلت إلى ليفل 8، الآن اضغط علي ثم اضغط على مهمة، سوف أرسلك إلى الجزيرة مباشرة. هيا. حسنا أيها المعلم. حسنا، ولكن يا معلم، أنت تقول لي يجب أن تكون في مستوى 9 كي أعطيك المهمة وتنقلني إلى القرية مباشرة. اسمع، لقد انتهى تدريبك الأولي، الآن ذهب عن إلى قريتك، سوف تلتقي هناك مستر كات، هو سيخبرك بما تستفعل. يجب عليك الآن أن تعمل على مستواك حتى يصل إلى 20
ثم تتقدم إلى اختبار الأول. حسناً، تفضل موفق وإلى اللقاء. حسناً أيها المعلم، إلى اللقاء. سادة أبو الآن. هيا لنبدأ المغامرة. نهاية المرحلة الأولى بالنجاح، هذه سيفتخر به كثيرا. من أفضل أن أجري كي أسرع، أريد أن أكون قويا في أسرع وقت. إلى اللقاء أيتها الذئاب الصغيرة. دارين. هاي دارين، كيف الحال؟ تعرف أين يوجد مستر كات هنا؟ قد طلب مني المعلم أن أذهب إليه. تبحث عن مستر كات؟ إنه موجود هناك، هناك قرب الباب، تجده في تلك الجهة. انظر هناك، هناك مستر كات. حسنا، شكرا. أهلا سيدي مستر كات، كيف الحال؟ بخير يا بني، ماذا تحتاج؟ يبدو أن المعلم من أرسلك. هذا صحيح، لقد طلب مني أن أذهب إليك، قال بأنك ستخبرني بشيء ما. حسنا فهمت، عليك أولا أن تذهب إلى مرشد المستجدين، إنه يعطي بعض الجوائز لكل المبتدئين أمثالك في الجيش. اذهب إليه الآن، سوف تجده في وسط البلدة. حقا، حسنا سوف أذهب. أجب أن أسرع. لقد وجدت. السلام عليكم يا مرشد المستشدين، أنا جديد في الجيش. أهلا بك، أنت جديد. سأعطيك بعض الأشياء سوف تساعدك في المرحلة الأولى من هذا التدريب. دعني أخمن، يبدو أنك لا تعرف شيئا. حسنا دعني أشرح لك. حسنا سأشرح لك باختصار. عندما يكون مستواك بين المستوى الأول مثل المستوى الذي وصلت إليه الآن ومستوى 34، سوف تأتي إلي دائما كي أعطيك المساعدات السحرية، إنها تساعدك في قتل الوحوش بأسرع وقت وتزيد من قوتك. إنها المساعدات السحرية. نعم، أنا أعطيك هذه المساعدات بعد أن تتقدم وتجتاز الاختبار الأول. يمكنك أن تأخذ المساعدات من استركات وزمردة، لديهم أيضا مساعدات سحرية تساعدك في قتل الأعداء بسرعة وتقويك جدا، وضرورية أيضا قبل أن تذهب للتدريب. وأنا أيضا سوف أعطيك كمبتدئ سمة تبادل أسلحة الظل. أسلحة الظل هي أسلحة تدوم لفترة معينة فقط وتختفي. في البداية سأعطيك قسيمة تبادل أسلحة الظل، ثم تتحدث إلي مرة أخرى فأعطيك أسلحة الظل، مثلا سلاح الظل بدون درجة، لأن في كل مرحلة من مراحل تدريبك سوف ترتدي نوع معين من الدرجات. سوف تجد رقم درجتك عند نافذة المهارات، ثم تضغط على المهارة الكامنة سوف تظهر هناك درجة التي وصلت إليها. بما أنك الآن أنت بدون درجة فلن تجد أي رقم مكتوب فيه، لكن بعد أن تجتاز الاختبار الأول سوف يظهر رقم درجتك هناك. حسنا، هذا كل ما في الأمر. شكرا لك، لم أكن أعرف هذا. إذن أعطني المساعدات، وأيضا أريد سلاح الظل من فضلك. سلاح الظل بدون درجة. حسنا هيا خذهم الآن، ثم أذهب إلى مستر كات. شكرا لك، لقد أخذت سلاح الظل تماما ومساعدتك السحرية، إنها رائعة. حسنا سأذهب الآن إلى مستر كات. إلى اللقاء. سيدي مستر كات، لقد عدت إليك، لقد أتيت حقا بسلاح الظل، وأيضا أعطاني مساعدات سحرية، والفضل يعود إليك يا سيدي. لا يا بني، هذا ضروري لكل جندي جديد بهذا العالم. حسن، بما أنك الآن هنا سوف نناقش بعض الأشياء المهمة جدا.
أجل أجل، أريد أن أعرف. حسنا، دعني أحدثك عن العمولات في هذا العالم. أنت كما تعرف تتعاملون بعملة الدينار. نعم، ولكن هناك عملات أخرى. مثلا أنا هنا مستر كات أدير عدة متاجر، تقريبا 4 متاجر أنا أديرها هنا. لدينا متجر الدينار وهي عملة الدينار. هذا الدينار سوف تجد فيه يعني أسلحة وضروع عادية جدا ومناسبة كذلك للجميع طبعا. ولدينا عملة الكراش تجد فيه يعني مواد ثمينة أكثر، يعني ثمينة ليست عادية مثل التي توجد في متجر الدينار أكيد. ثم لدينا متجر السرر. في متجر السرر نجد مواد نادرة ونادرة جدا، وأيضا نجد متجر الأدوات وتجد فيه مواد أسطورية أو القيام بأشياء لا يمكنك أن تقوم بها بدون الدخول إلى متجر الأدوات. سوف تكتشف كل هذا بنفسك. ثم لدينا شيء مهم جدا أيضا يجب أن تعرفه، وهو السبيكات الذهبية. نعم، كل سبيكة ذهبية تساوي 1,000,000,000 دينار. نعم، تساوي 1,000,000,000 دينار، ويمكنك الحصول عليها. واو، 1,000,000,000 دينار، جيد جدا. أخبرني كيف أحصل عليها من فضلك يا مستر كان. نعم، يمكنك الحصول عليها، ولكن ليس بطريقة سهلة. سيكون عليك أن تحارب الوحوش. طبعا كلما قمت بإطالة التدريب أي قتال الوحوش، كلما كانت فرصة العثور على سبيكة ذهبية أكبر. يعني كلما قمت قتال الوحوش كثيرة وأخذت وقتا طويلا وأنت تقاتل الوحوش، فلديك فرصة للحصول على سبيكة. وأيضا يمكنك الحصول عليها من قتال الوحوش الكبيرة الأسطورية التي يطلقون عليها البوصات، وهي وحوش لا تقاتلها لوحدك بل تقاتلها مع فريق من الأبطال مثلك. نعم، هكذا تحصل عليها. وأيضا يمكنك استعمال هذه السبيكات في شراء أسلحة متقدمة عندما تصل إلى مستوى 84 أو 85. إنها أسلحة نادرة جدا وتحتاج إلى السبائك الذهبية. يمكنك أيضا شراء سبائك بواسطة السرر إذا كنت تملك السرر، أو العكس يمكنك أن تشتري السرر باستعمال السبائك الذهبية إن حصلت عليها. أنا مندهش يا سيدي، كل هذه المعلومات موجودة. هل هناك شيء آخر علي أن أعرفه؟ نعم يا بني، هناك الكثير من المعلومات، فنحن لازم نبدأ بعد. اسمع، أيضا هناك بعض الأمور عليك أن تعرفها وهي مهمة جدا. لنتحدث عن عملة الدينار. الدينار مثلا هي عملة سهلة باللعبة. نعم، يمكنك العثور عليها بسهولة. فمثلا أن تقاتل الوحوش أو بيع المواد النادرة طبعا سيعطيك بعض الدينار، ولكن الطريقة الوفيرة ويعني والتي سوف تجمع بها الدينار بسرعة وهي أن تقوم باستبدال هدايا نقاط التواجد بالدينار. نعم، كلما احتجت إلى الدينار تقوم بتبديل نقاط التواجد. وما هي هذه النقاط التواجد؟ هي سوف تجدها على الشاشة، إنها نقاط تواجدك على اللعبة. كلما أطلت التواجد باللعبة فإنك تجمع نقاط التواجد، وهذه نقاط التواجد يمكنك أن تستبدلها بالدينار أو تستبدلها بالكراش. أيمكنك كذلك أن تستبدل هذه النقاط بالعملة الكراش أيضا. فمثلا عملة الدينار هي العملة السهلة باللعبة، ولكن عملة الكراش هي صعبة قليلا على الدينار. فمثلا نجد في نقاط التواجد كل 100 نقطة تعطيك 25,000 من الكراش، ولكن الدينار
كل 100 نقطة تواجد تعطيك 500,000 دينار، يعني أن الدينار سوف تجمعه أكثر سهولة. وأيضا لا أنسى أن أقول لك، إذا جمعت 1,000,000,000 دينار تستطيع أن تستبدلها بسبيكة ذهبية. نعم، فسبيكة ذهبية إن ضغطت عليها مرتين ستعطيك 1,000,000,000 دينار، والعكس إذا جمعت 1,000,000,000 دينار يمكنك أن تستبدلها بسبيكة ذهبية. فمثلا كي تخوض المساعدة السحرية، طبعا عندي أنا مستر كات أو عند زمردة سوف تحتاج إلى عملة الدينار أو عملة الكراش، وأيضا للسفر بين المدن سوف تحتاج إلى الدينار. ذلك في كل مرة احتجت إلى هذا المال تقوم باستبدال نقاط التواجد بالدينار أو الكراش الذي تحتاج إليه حسب الكمية التي تحتاج إليها. الآن دعني أخبرك عن الكراش. الكراش لا تجمعه بسهولة مثل الدينار، ولذلك وهذا بسبب أن الكراش مهم جدا. نعم، ويمكنك أن تشتري أكسسوارات بالكراش وتشتري تحسينات لدروعك وأسلحتك وغيرها. فالكراش أيضا عملة ليست بسهل، يعني ليست سهلة كالدينار. وأيضا لذلك طبعا احرص جيدا على عدم تبذير الكراش، واجمع أكبر كمية من الكراش فقد تحتاجها في المستويات المتقدمة. دعنا نتحدث الآن عن السرر. السرر يا بني هي نادرة جدا ومهمة جدا، ولا يمكنك الحصول على السرر كما يمكنك الحصول على الدينار وغيرها. السرر مثلا لا يمكنها أن تسقط من الوحوش، ولا يمكنك أن تحصل عليها أبدا، فهي نادرة. فكيف ستحصل عليها؟ هناك طريقة واحدة، هناك لاعبين حقيقيين يبيعون السرر. نعم، فمثلا اللاعبين مثلك أيضا يمكنهم أن يفتحوا متاجر خاصة بهم ويبيعون المواد التي توجد لديهم. طبعا هناك لاعبين يبيعون السرر بالسبائك الذهبية، مثلا سيرة واحدة يمكن أن تشتريها بعدة سبائك ذهبية. نعم، سيرة واحدة بعدة سبائك ذهبية، ويتغير هذا الثمن حسب الزمن والمدة. لهذا احرص على السرر جيدا إذا حصلت عليها. وطبعا السرر يمكنك أن تحصل عليها بشحن حسابك على اللعبة. إذا شحنت حسابك فإنهم يعطونك السرر. لذلك اللاعبين الذين اشتروا السرر بشحن حسابهم هم الذين يبيعونها للاعبين آخرين، وهذا شيء جميل. نتحدث عن متجر الأدوات. متجر الأدوات أيضا نجد فيه مثلا السرر، عملة السرر مرة أخرى، ولهذا نجد فيها مواد أو أشياء أسطورية لأنها تتطلب الكمية كبيرة من السرر في متجر الأدوات. المهم هذا هو الأشياء المهمة التي عليك أن تعرفها حاليا.